الحقيقة كمان في حاجة تانية بسميها إيمان الثقة في مواجهة تحديات الحياة. وضح هاي الفكرة شوي. هوضح هذه الفكرة. في رومية 12 بيكتب لنا أن الكتاب قسم الله لكل واحد منا مقدار من الإيمان، وده الإيمان العملي. الإيمان بيواجه صعوب مرات كتير أو من الناس مفكرين أن الحياة مع المسيح حياة سهلة، وأن الإيمان مع المسيح اللي يمشي مع المسيح ما بيواجهش أي صعوبات، وأن المسيح بيعمل له بيحل له كل حاجة أوتوماتيك. ده الحقيقة لا، ده الإيمان بينفعني في كل ظروف الحياة والتحديات اللي بتواجهني مهما كانت صعبة. يعني مثلا في حبقوق، واجه حبقوق ألمات وأوجاع مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، والدنيا مجاعات وما فيش بقر في المزاود والظروف صعبة جدا، هتعمل ايه يا حبقوق؟ دي حالة تفرح ولا حالة تحزن؟ يقول أما أنا فحينئذ أفرح بالرب. ايه سر الفرح؟ الفرح اللي جوه فرح الإيمان، لكن مش فرح الظروف. فهل ممكن كمؤمنين نواجه تحديات صعبة؟ نعم.